بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ أستاذ علاء تسليم دعم الفني الآية ألف لشعاع زملائك الأستاذ حسام. في مشكلة في النت ولا إيه؟ صوت وصل؟ تمام، جميل، تمام. حد عنده أسئلة يا شباب؟ الصوت فصل ليه؟ ما فصلش؟ أمال عن... آه خلاص كده اشتغل. طيب حد عنده أسئلة يا شباب في اللي فات؟ حد كالعادة أول مرة يحضر؟ أستاذ آية مش كانت معانا امبارح؟ آية غير الآية، أستاذ حسام بس غريبة يعني إن كاتب اسم آية بنفس سبيلينج ونفس لون الخط كمان، لون الخط كل واحد، معلش سبحان الله. طيب حد عنده أسئلة؟ حضرتك هبدأ بالمخزون. الدورة بتتكلم عن شرح برنامجين في المحاسبة الإلكترونية كويك بوكس والبيتش 3. إحنا إن شاء الله هنخلص النهاردة البيتش 3 وهنبدأ في الكويك بوكس، وبكره ان شاء الله نكمل الكود بوكس ازاي. لو عايز تفاصيل اكتر يا استاذ حسام ممكن تدخل على الجروب وتتفاعل مع الزملاء وتشوف انت تستفيد ايه. انا برضو شايف ان الناس على الجروب مش متفاعله قوي، ما حد بس يعني انا برضو مش مستعجل. بكره الساعه 6 زي النهارده ان شاء الله بتوقيت مصر. في أسئلة تاني؟ حسام أنت الروابط اللي دعم الفني تكرم ورفعها على الشرح الكامل على قناة على اليوتيوب، وعليها في لينك للجروب اللي تدخل فيه إن شاء الله، وفي الصفحة الخاصة بي أنا. طبعا هم أضافوا الرابط بتاع حسابي الشخصي على الفيسبوك. طيب في أسئلة؟ واضح إن في مشكلة في النت مع الجميع، في ناس عمالة تدخل اونلاين وبعد كده تخرج تاني. ظبطها معاهم بس على طول كده اعتقد ان النت هيبقى تمام. معلش اسف للانقطاع، كان عندي مشكلة بس في النت، الجهاز كان مهني شوية كده. الصوت واصل؟ يا استاذ زملاء في الكهرباء تقطع عندنا ان شاء الله. بتتعايرونا ولا ايه؟ معلش خلاص نبعد عن الموضوع ده، خلاص موضوع كهرباء موضوع خلاص. الناس اللي بتضحك والناس اللي راحت السعودية والحوارات دي. طيب حد عنده أسئلة؟ قول يا أستاذ خلاف ولا خلف ولا اسمك إيه؟ سميت خلف يعني. هو كل اللي داخل عايز يستعرف. طيب باختصار شديد، طيب ما انت درست البيتش دي تمام. اتفضل يا استاذه مريم. بالنسبه للناس الجديده اللي دخلت دلوقتي تتابع الفتح على قناه الاستاذ احمد عبد الله تمام، وتتابع المحاضرات اللي فاتت عشان بس ما نضيعش الوقت يا جماعة في شرح، يعني كل شوية هيعيد من الأول ومختصر والكلام ده. فانتوا تابعوا على الجروب وتابعوا على قناة الأستاذ أحمد، تابعوا كل حاجة على قناة الأكاديمية، يعني برضو هتجوها كورس ما متشرح ساعتين هتنفع على قناة الأكاديمية إن شاء الله، بس عشان احنا مش عايزين نعطل الوقت كلام مكرر، فخلينا نستفاد يا جماعة ماشي. يعني أنا عن نفسي عايزة استفاد، يعني مش عايزة أحضر كل شوية تكرار تكرار تكرار، أنا عايزة استفاد تمام. فخلي أستاذ أحمد عبد الله يبتدي في الجزء الجديد الخاص بالمخزون، وأي حد فاته أي شرح
الشرح مترفع على قناة الأستاذ أحمد عبد الله وحيترفع على قناة عميها، فيعني ما تقلقوش. وحتى الكتاب ده موجود على الجروب، والبرامج موجودة، وأنا هحل لكم موضوع البرامج اللي هي مش راضية تشتغل، تمام؟ فرجاء خاص خلينا نبتدي في الكورس عشان نكمل بس وقتنا، تمام يا جماعة؟ عذرا استاذ احمد، انا بس حبيت ادخل صوت عشان الكتابه مني، فحبيت اخش بسرعه عشان الدنيا تبقى تمام. اتفضل حضرتك كمل نشرح المخزون، والناس اللي فاتت اي حاجه يتابعوا على الجروب ويتابعوا على القناه واللي هم انا عايزه. عذرا مره اخرى، السلام عليكم. لا فضل. شكرا استاذ، شكرا لحضرتك. طيب هنبدا نشوف احنا هنشتغل ازاي. طبعا استاذه مريم جابت الكلام المفيد كله، فالمخزون احنا شرحناه قبل كده لكن هقوله بسرعه علشان هيفيدنا في الجزء اللي احنا هنشتغل فيه. انا عندي مخزون بضاعه اشتريتها وعايز اسجلها، اسجلها ازاي؟ وكويس ان احنا هنعيد الجزئيه دي لان فيها يعني جزء كده خاص الناس بتقع فيه غلطه كتير. اللي قدامي ده انا مش بسجل المخزون الاعتيادي بتاعي. الاعتيادي يعني ايه؟ يعني انا متعود اشتري بس، لا ده انا زي ما بعمل حاجه قاعده بيانات. لما ادخل على مينتين هنا كده واختار انفنتور ايتم، خلاص هتظهر لي الشاشه دي. هنا بسجل قاعده بيانات. يعني ايه؟ يعني انا بسجل المخزون اللي انا متعود اشتريه، خلاص، بحيث لما اجي اشتري بعد كده واعمل حاجه اسمها استلام المخزون او اجي اما اجي ابيع يبقى عندي فاتوره مرجع لقاعده البيانات. الناس اللي حضرت معايا امبارح شاف ازاي احنا بنعمل فاتوره بيع او ازاي بعمل استلام مخزون وازاي الكلام ده بيفيدني، ولو تتابع الفيديو هتفهم اكتر بصوره اوضح جدا اللي انا اقصده. طيب ايه البيانات المهمه وانا بسجل المخزون بتاعي؟ بسجل اول حاجه عندي يا شباب حاجه اسمها الاي دي، رقم. طبعا كل حاجه في الدنيا لها رقم تسلسلي، ما ينفعش نفس المخزون اثنين مخزون ياخدوا نفس الرقم، خلاص. يعني جبت سي بي يو بعد كده جبت هارد، ما ينفعش الاثنين ياخدوا نفس التسلسل بتاعهم، تمام. هو كلمه كود يا استاذه مناك توقف على تعريفك لكلمه كود. يعني لو رقم تسلسلي ده المقصود هنا اللي هو الايتم اي دي رقم بتاعه، سواء كان كود او سواء كان اي دي تسلسل اللي هو 1 2 3 4 الاثنين ما ينفعش يتكرروا، صح؟ ما ينفعش مخزون يتكرر ليه نفس الكود نفسه. مخزون سي بي يو وهنا عندنا رامات ما ينفعش ايه يتكرر، تمام. ده ايه علاقته بالنظام المحاسبي الموحد؟ بعدين لما نخلص الاول شرح كامل كده الشات بقى بعد اذن حضراتكم الشات يتقفل ونكمل الاول شرح المخزون قطعه واحده. بعد كده بكتب حاجه اسمها ديسكريبشن، تمام. ديسكريبشن ده اللي هو الوصف، الوصف اللي هو الاسم، يعني هنا اقصد بيه الاسم، اسم المنتج نفسه. هنا كده حاجه اسمها الايتم كلاس اللي هو نوع المخزون، نوع اللي هو المخزون صلب. طبعا اغلب الشغل كله بيبقى ستوك ايتم، مخزون صلب، لان مفيش مخزون غير النت بس هو اللي خدمه او حاجه زي كده. وده هتلاقي برضه النوع بتاعه هنا كده لو فتحت السهم ده، حاجه اسمها كده حاجه اسمها سيرفيس، خلاص يا شباب. هتلاقي بيانات اختلفت، بيانات اقل شويه. طبعا انت المفروض انت يعني كواحد اتعلمت الصعب اللي هو الشكل اللي قدامك ده، لما تيجي تتعلم السهل هيبقى يسير بالنسبه لك. يعني مثلا انت اتعلمت ازاي تكتب اسم المنتج ورقمه ونوعه وسعر الشراء وسعر البيع وكميه والكلام ده، خلاص. فلما يجي بعد كده يقول لك مخزون سيرفيس هيخف لك من البيانات، مفيش كميه مثلا، مفيش مثلا ممكن ما تلاقيش رقم تليفون مثلا لو هنا حاجه خاصه بالعميل، مش حاجه اسمها الحد الادنى والحد الوالدين مستوك، ده الحد الادنى اللي لو المخزون وصل ليه الجهاز يديك رساله وانت بتحدد الحد الادنى هنا كده مثلا اكتب 100، ده المقصود. فانت لما يكون البيانات الكثيره درستها
لان يجي يديك بيانات اقل المفروض تبقى انت عارفها يعني. الكلام ده هيوضح اكتر في كويك بوكس ان شاء الله، هنشتغل عليه النهارده برضه. نيجي بعد كده قبل ما اسجل سعر البيع برايس ليفل، برايس ليفل هو مستوى الاسعار. عشان انا كنت بسجل قبل كده في موقع او قناه على اليوتيوب، دخلت عندي عملت داونلود للفيديوهات وبعد كده عملت لها ابلود عندها، ففي ناس بتسالني على القناه الثانيه دي والاسئله ما بتوصلنيش. بس تبقى عارفه يعني لما قناتي اللي هي احمد عبد الله 2013 دي اللي انا يعني باستمرار بدخل اشوف فيديوهات، لكن في قناه ثانيه مش عارفين هقول اسمها ولا لا عليها الفيديوهات برضه، في ناس انا فاجئت ان عليها اسئله كتير وانا ما كنتش بشوفها. من ضمن الاسئله او من ضمن التعليقات الناس كاتبه في كلمه انا ترجمتها بمعنى غلط. لا هو انا الترجمه الحرفيه مطلوبه، نفس الوقت انا بترجم المعنى المحاسبي. خلاص يا شباب، يعني لما تلاقي في سكويت بوكس هتلاقي حاجه اسمها، انا بقول هنا حاجه اسمها ستارت انترفيو وحاجه اسمها سكين انترفيو. ترجمت ستارت انترفيو ماشي ترجمه حرفيه وكمعنى محاسبي، لما قلت سكين انترفيو ما قلتش تجاوز او تخطي، لا قلت لا ده هنا بيانات اقل من ستارت انترفيو، دخلت في معنى المحاسبه على طول. بس الناس اذا انا بتكلم في المحاسبه على طول. فهنا البرايس ليفل اللي هو مستوى الاسعار او مقدار الربح اللي انا بضيفه. الاول ما اكتبهوش، لا اكتب الاول لاست يونت كوست. لاست يونت كوست اللي هو التكلفه اللي كانت هذا المنتج، اللي هو السعر اللي انا اشتريت بيه. اقول تكلفه المنتج، اقول سعر الشراء من المورد وتكلفه الانتقال وتكلفه التخزين، كل مليم كلفه المنتج لغايه ما بقى جاهز للبيع. تمام خلاص. بعد كده في حاجه اسمها الكوست ميثود اللي هي طريقه حساب التكلفه. الناس اللي درست التجاره في حاجه اسمها الفيرست انكم فيرست اوت، في حاجه اسمها اللاست انكم فيرست اوت، اسمها الافريج. وهنا في 2010 واللي بعد في حاجه اسمها سبيسيفيك يونت. يعني ايه سبيسيفيك يونت؟ معنى حاجه خاصه او نظام خاص بالمنتج ده. الاول يعني ايه فيرست انكم فيرست اوت؟ يعني انا البضاعه اللي اشتريتها الاول لما اجي ابيع ابيعها هي الاول. اشتري بضاعه اول الشهر، اشتري بضاعه في نص الشهر، اشتري بضاعه في اخر الشهر. اجي ابيع في الشهر اللي بعديه ابيع البضاعه اللي اشتريتها في اول الشهر، اجي في نص الشهر، اجي في اخر الشهر. ده نظام لتفادي ارتفاع الاسعار او انخفاض الاسعار او تضارب الاسعار او ايا كان الهدف من ورا. في النموذج اللي بعد كده اللي هو اللاست انكم فيرست اوت، اللي هو ايه؟ هو الوارد اخيرا يصرف اولا، بمعنى البضاعة اللي اشتريتها آخر حاجة ألحق أبيعها أول حاجة، بحيث يبقى فرق الأسعار طفيف. لهدف من الأهداف مش كل الأهداف يعني. في حاجة اسمها الأفريج يعني حساب متوسط الأسعار وأشوف الأفضل ليا. بيك تري بقى فينا حاجة اسمها سبيسيفيك يونت، أنا هعمل نظام من دماغي تمام؟ أنا أسجل البيانات دي بدخل كده حاجة اسمها المينيموم ستوك، حد الادنى، بحدد الحد الادنى لو المخزون وصل له يديني رساله بحيث اطلب تاني. اطلب كام؟ حاجه اسمها الري اوردر كوانتيتي، الكميه اللي انا اطلبها. يعني انا صاحب شركه وشغال وجبت محاسب جديد، فجاه المحاسب جات له رساله انا محددها بتاع المينيوم ستوك، المخزون اللي وصل عندي وصل للحد الادنى، يعني انا عندي 1000 عرض بعت 900 فضل 100، اديله رساله ان فضل 100، المحاسب ما يعرفش يطلب كام، لا ده ممكن بقى هنا كده ري اوردر كوانتيتي، انت ممكن تطلب كام؟ اكون انا محدد له ب 1000. طب كمان في اقوى من كده، في حاجه اسمها البريفيرد فيندور، شايفين هي دي؟ المورد المفضل اللي انا بشتري منه، يبقى انت مسجل قائمه الموردين، ولما تيجي تحدد المورد انت بتختار من العدسه دي من قائمه الموردين او من قاعده البيانات الخاصه بالمورد. خلاص كده يا شباب؟ طبعا هنا في الناس اللي هتاخد الكتاب هتلاقي فيه كل حاجه، حتى في حاجه اسمها ستوك ايتم، حاجه اسمها سيراليز ستوك ايتم، وماستر ستوك ايتم، ونون ستوك ايتم. الكلام ده مجرد مش مستخدم قوي، لكن انت لما تعرف ترجمه يبقى جميل قوي. خلاص. اسمع مخزون مهم اسمه الاسمبلي، المجمع. مخزون مجمع يعني كمبيوتر، كمبيوتر كامل. خلاص؟ اسمه مجمع. طب انا كنت هنسى اقول ان بعد ما اسجل البيانات دي، انا كده سجلت بيانات واحده واحده، يعني سواء الرقم والاسم وسعر
الشراء هنا في سعر البيع، تمام؟ سعر البيع اللي هو سعر اللي انا هبيع بيه، بدخل على السهم ده واضغط، فبتظهر لي الشاشة دي، تمام؟ اللي هي اللي فوق دي، اضغط على السهم ده الاول، هتظهر لي الشاشة دي. هبدأ أقول هنا اختار من السهم كلمة اسمها اللاست كوست، إن أنا هضيف ربحي بناء على التكلفة النهائية. هنا بختار حاجة من أربعة، يا إما أنا هزود، يبقى هزود بنسبة مئوية increase by percent، أو هزود بمبلغ معين 100 جنيه 200 جنيه اخترت نسبة، ولو هخفض يبقى هخفض لأي حاجة سواء نسبة مئوية أو أموي. آخر بكتب هنا كده سواء النسبة أو سواء المبلغ، تمام كده يا شباب؟ وأضغط أوكي، أرجع تاني أضغط أوكي، هنا كده الماوس اتحرك ببطء شديد، الكوست بس ظهره أو ظهر في البرايس تيبل اللي هو مستوى الأسعار. أنا كتبت الاسم الأي دي والاسم والنوع ولاست يونت كوست، لاست يونت كوست والبرايس تيبل. اجي هنا اضغط على فين؟ على البيجيننج بالانس. ايه البيجيننج بالانس؟ عشان اشوف انا اشتريت كام. كل البيانات اللي فاتت سواء اسم ورقم سعر الشراء وسعر البيع حاجه على وحده واحده، لو شاشه واحده او كيزه واحده او اضيف الكاميرا على البيجيننج بالانس. يجيني رساله بتطلب مني ان انا احفظ البيانات اللي فاتت، اقول له يس هتظهر لي الشاشه اللي هي دي. أول ما تظهر الشاشة دي يا شباب بضغط أول حاجة على اسم المنتج اللي أنا هشتغل عليه. خلاص؟ فيبدأ يطلع لي بياناته فوق، رقمه واسمه، وأبدأ هنا أكتب الكمية، وهنا السعر اللي هو اليونت كوست. أنا هرجع الشات تاني، بس الناس اللي كانت حضرت معايا ما تجاوبش على السؤال ده، الناس الجديدة بس اللي ممكن تفكر معاها. انا قفلت الشات. خلاص مش دعم الفن رجع. طيب انا دلوقتي لما اكتب الكميه 100 واكتب سعر الوحده، اكتب سعر الوحده ايه؟ سعر اللي انا اشتريت بيه ولا السعر اللي انا هبيع بيه؟ الناس الجديده فقط لو ما تحضر. حد عنده راي ثاني؟ انا لما دخلت هنا عشان اسجل الكميه، سجلت الكميه اللي انا اشتريتها وكميه اليونت كوست دي، سجل سعر اللي انا اشتريت بيه ولا السعر اللي انا هبيع بيه. حظوظ ليه؟ كده عندنا رايين، بس هل انا هبيع بيه زي ما قلت اللي اشتريت بيه في سما في سما. ماشي يا استاذ ملاك، سعر الشراء يا سناء كده 2-1 في تسليم. تعالى معانا خالص، في اسم مش عارف انطقه بصراحه، ان يو اي واي اي دي، والله ما بعرف. تمام، عندي حرف الار بس ما عنديش ريكورد. في حد تاني معانا؟ اللي هو الاستاذ بهاء وساره محمد 123 المدار الدولية، في سعيد التومي، في دي يو اف اي اي دفعه، مش عارف، في هيثم، في ام 23 خرج. تمام، طيب بالنسبه هو فعلا السعر اللي انا اشتريت بيه مش السعر اللي انا هبيع بيه، لما هنا بسجل الكميه اللي انا اشتريتها، فبالتالي هسجل اليونت كوست تكلفه الوحده اللي انا اشتريت بيه، فهيروح هو ضارب اوتوماتيك سعر الوحده 100 فيديني الاجبار. خلاص يا شباب، في اي صعوبه بالنسبه لتسجيل المخزون؟ الأستاذ خلف حضرتك منين يا مصر؟ المنيا الصعيد، يا أهلا بيك.
تفضل سؤالك. تفضل انت تسأل سؤال، انت بتفتح لنا القصيدة اللي تقول ايه؟ اقصد حضرتك ان الطرح السعري ده من السعر ده بيطلع الفرق سعر ايه مع سعر ايه؟ لو انت بتتكلم على الجزئية دي، لا انا هنا بقول لما انا باجي اسجل الكمية اضغط على اسم المنتج الاول يظهر فوق في الخانة اللي اشتغل، اكتب الكمية واكتب السعر اللي انا اشتريت بيه، هيضرب الاتنين يديني الاجمالي اللي انا دفعته، تمام؟ اما لو انت بتسأل على دي، فهنا بسجل السعر اللي انا اشتريت بيه وبسجل السعر اللي انا هبيع بيه. طبعا هتقول لي ازاي انت جايب دي بعد جزئية مستوى الاسعار والكلام ده؟ اقول لك لا، كانت كمان حاجة تانية بس انا استفدت بيها ان هي موجودة مرتين معايا. الفيديو العملية أفضل بكتير من الكتاب، لأن طبعا الكتاب مش مرن معاك زي الفيديو. الكتب أحيانا وطريقة التنسيق يعني بتخلي الواحد يركز حاجة معينة. كده المخزون خلصناه، إن إحنا كنا عايزين نعمله. نروح للصفحة رقم 25، 25 الموظفين، خد الموظفون معلم. كنا درسنا في البيتش 3 ووصلنا ان احنا هنسجل اخر حاجه معانا جزئيه الموظفين او الموظفون. شوف هنسجلهم ازاي. طيب حد عنده اي اسئله قبل ما ندخل على الجديد؟ يا شباب شباب، يعني في ناس انا مش عارف ما تبع تسجيل ولا تبع ايه، خلاص الفريق الدعم الفني والتسجيل عرفناه، في ناس مش بتتابع معانا خالص. ماشي انا مقدر ان انت ممكن تبقى عايز تسمع بس مش عايز تشارك في الشات، لكن كل واحد يعني اللي وصل الصوت بس يدي يرغب يكتب واحد في الشات عشان اعرف ان الناس كلها معايا. تمام شيكو، شيكو ده تمام 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 جميل. نيجي للجزئية الأخيرة معانا اللي هي جزئية الموظفين في البيتش 3. الأول لما باجي أسجل الموظفين في جزئية لسه ما اتسطبتش، مش معمول لها سيت أب على البرنامج. مجهزة يعني بالنسبة لتسجيل الموظف. تمام كده يا شباب؟ بعمل إيه أنا عشان أسجل الموظفين؟ من قائمة منتين، لاحظوا إن قائمة منتين أي حاجة أساسية وأي حاجة لازمة ادخل على قائمة منتين ديفولت انفورميشن، بعد كده اختار الحاجة اللي انا عايزها سواء كاستمر سواء فيندور سواء انفنتوري سواء بي رول سيت اب ويزارد اللي هي الموظف. هتلاحظ وانت بتعمل الخطوة دي للمرة الأولى كلمة بي رول سيت اب ويزارد، تمام؟ بعد كده لو انت خلصت الاعدادات وجيت ترجع لها تاني هتلاقي حاجة اسمها بي رول سيتنج، لكن البي رول سيت اب ويزارد اختفت، هتلاقي حاجه اسمها بي رول سيتنج. تمام يا شباب؟ طيب خلينا اول مره اقول بي رول سيت اب ويزارد، يظهر الشاشه اللي قدام حضراتكم دي، طبيعي مش هتعمل اي حاجه هنا، مفيش اوبشنز، هتختار نيكست على طول، يظهر الشاشه اللي بعدها يديك اثنين اختيارين، اختيار اولاني واختيار الثاني، يقول لك فول سيرفيس بي رول، يعني نظام موظفين متكامل نموذجي. يعني ايه؟ يعني البرنامج عليه اصلا حاجه اسمها مفردات مرتب جاهزه، دي خاصه جاهزه يعني، ولا انت تعمل مفردات مرتب خاصه بك انت؟ لو انت هتستغل بتاع البرنامج ممكن تلاقي بقى المفردات المرتب الخاصه بالجماعه الامريكان. طبعا احنا بنحلم ناخد زيهم بس طبعا مش هينفع، هتضطر انت كمحاسب او صاحب شركه تعمل مفردات مرتب على مزاجك، هي دو ات يور سيلف ان هاوس. تمام؟ مانوالي كانت موجوده الاول في 8 في 2006، مش دي ات يور سيلف ان هاوس، موجوده مانوالي في 2006 والاصدار 2006. تمام طب زي ما هو اصلا واقف عليها طبعا والنكست والشاشه الجايه دي ونازله رقم التليفون ده، الناس الجديده مش شغال حاليا، اليمين تمام لكن رقم الموضوع. تمام 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 طيب بعد كده هندخل يظهر لنا الشاشه الجميله دي، ما يهمنيش فيها غير كلمة ستيت، لا الولاية اللي أنت تابع ليها، اختار أي حاجة من دول هتلاقي طبعا هي الطريقة واحدة كده عشان بس تتجاوز القصة، ما تأثرش في حاجة. أضغط نيكست وأنا أظهر يعني سيادتك
هنا كده، وانت شغال بنظام الساعة اكتب هنا كده وفرضات المرتب اللي انت بتاخدها. يعني نفترض مثلا ان في سالري، المرتب الشهري مثلا، او اوفر تايم، في حاجة اسمها اجر الاطاق، خصم منك ضرايب، خصم منك تأمين. اكتب بس، امسح القديم ده واكتب مكانه، متعدلش في اي حاجة تاني. هنا 6000 سنة، هنا خسر الدليل المحاسبي، انت اللي متعدلش خالص. حتى لو عدلت بايدك رجعها تاني للشكل اللي موجود عليه ده. وانت تشتغل بالساعة، وانت بتشتغل مرتب شهري، يبقى تكتب مفارقة مرتبك هنا كده تحت بعضها، ما تعدلش حاجة. اذا بعد لا فاضية مالكش دعوة انت، هي والجهاز هي لوحدها. تمام؟ ممكن نستوعب. احنا لولا السلام عليكم. صوت كده تمام قريب اهو. هشام قصدك ايه بالنسبة لل طيب؟ وصلت الجزئية الخاصة بال الستيت. ستيت مش هقطع اسم بالعربي ولا بالانجلش. خانة الستيت دي لا، طالما جنبها نجمة يبقى ريكوايرد فيلم زي ما هو كاتب تحت هنا كده. حق لازم تكتبه. تمام؟ لكن انت اخترت اي اختيار مش هيأثر، ده المكان بس اللي انت تابع ليه يعني. لان البرنامج الامريكي تكتب. خلاص؟ بعد ما تكتب الفترات المرتب تحت هنا كده ابدأ تضغط على كابتن طبعا تقول ايه؟ مش سيف فور ليتر، لا نيكست. هيدخل مي الشاب عليه كده هيقول لك ايه؟ طبعا انا كاتب الموضوع ما غيرش اي حاجه والكلام ده. نيكست طبعا نيكست لحد يوصل لفينش وخلاص يبدا يشتغل معاك. يعني كده عملت قايمه او شيت او شكل او مقررات المرتب. مقررات المرتب بس. لكن لو هنسجل الموظف نفسه يبقى من قايمه مينتين على طول بقى الاقي حاجه اسمها امبلويز. تمام؟ مش هدخل بقى على الديفولت انفورميشن، لا ده هنا على طول بقى من 200 هلاقي على طول في القائمه الرئيسيه حاجه اسمها امبلويز الموظفين. تمام كده؟ هيظهر معايا الشكل ده. اروح كاتب طبعا رقم الموظف، اسمي، والده، خلاص؟ وادخل على حاجه اسمها البي انفو او البيمنت انفورميشن، معلومات الدفع. ومن هنا كده اختار كلمة سالري او كلمة اورلي. قلنا نظام الساعة ونظام المرتب. اول ما اختار النظام اللي انا كنت عامله في الديفولت انفورميشن او في السيتنج هيظهر لي مفردات المرتب هنا تحت كده. خلاص؟ تظهر مفردات المرتب هنا كده، ابدا اكتب المفردات هنا كده. اكتب ارقام. حد يقول لي هنا في تأمين انشورنس وفي تاكس ضرايب. اكتبها ازاي؟ اكتب سالب الرقم، لازم سالب. ليه؟ انت لو ما كتبتش السالب هيضيفها على المجموع مش هيطرحها. يعني مثلا هنا 1500 كسالري، 250 كاوفر تايم، في 50 كاضافات. يبقى كده كام؟ 1500 وعندنا كده 1800. خلاص؟ 1800 لو انا سبت ال 50 وال 30 من غير كلمه سالب هيضيفهم على 1800. لكن لو انا طرحتهم عندنا 80 من 1800 يبقى عندنا 1700 وكام؟ و20 ده المرتب الشهري. راح هو الراجل ضربه في ايه؟ في 12، فاعطانا حاجه اسمها الانوال سالاري اللي هو المرتب السنوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ. انا كنت بتكلم عنها امبارح. تمام كده معانا 2 آية في الشهر. يا سلوى. بقول المشكله فيها النت، مشكله النهارده. خلاص ممكن تتابع الشرح تاني على كده يا شباب. يعني انا اعتبر خلصنا الشرح للبي اتش 3 النهارده يعني ان شاء الله، ويبقى تتابعوا الـ8 فيديوهات مره واحده. واي سؤال للبي اتش 3 سألنا على الجروب او على صفحتي او بكره ان شاء الله لما نيجي نشتغل الساعه 6 ان شاء الله باذن الله. تمام خلاص تمام. طيب انا سجلت البيانات هنا كده، فاضل ايه؟ افصل كده تمام؟ الله ينصت على الاخر. طيب يبقى انا سجلت الاي دي، سجلت الاسم، وسجلت جبت من هنا كلمه سالري، سجلت المفرط المرتب. ما انساش اقوله بقى المرتب ده ايه؟ من هنا كده الاقي اسبوعي، 15 يوم، كل 3 اسابيع، مانثلي، مانيوالي، يعني شهريا او سنويا.
طبعا مرتب شهري، يبقى من هنا بختار كلمة سالري. أنا بختار كلمة مانثلي، أكتب مفاتيح المرتب هنا كده. طبعا هقفل التابة اللي هي بيمنت انفورميشن، تمام؟ ما انساش عشان هو اوتوماتيك اول ما بدخل على حاجة اسمها جنرال، هي أول تابة دي. جنرال اللي هي إيه؟ العنوان والبريد والتليفون ومش عارف إيه الحركات اللي هي إيه؟ تمام؟ أو ممكن يومي أو على نظام الساعات، ما من هنا بقى خلاص. بس قبل ما تكتب هنا بتكون أنت مجهزه في البيرو سيت أب، تمام؟ خلاص؟ وإحنا عمالين شوية بقى. ده يا ده. طب سؤال، أنا كنت شغال على السالري حبيت أغير للساعات، أروح أعمل إيه؟ أروح داخل على مينتين ديفولت انفورميشن، هلاقي كلمة بيرول سيتنج، أضغط نيكست 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 لما أوصل للشكل ده، أحذف القديم عادي خالص ديليت من الكيبورد، أبدأ في الأول، تمام؟ والله يا أستاذ سعيد موضوع المرتب متجزأ ده موجود غالبا في بعض الدول، أمريكا بيقبضوا مرة واحدة، الموضوع مش موضوع متجزأ، تمام؟ لكن لو أنا عايز أعمل كده ما أنت بتقول، هعمل إيه؟ إذا هاجي مثلا يوم 10 في الشهر مثلا، هدخل هنا أسجل البيانات دي، تمام؟ هدخل هنا أسجل البيانات دي، أسجل بيانات ناقصة، أكتب بس كلمة المرتب وأسيب الباقي فاضي، اللي قداموش رقم ملوش لازمة. يعني اكتب سالري 1500 خلاص، تمام؟ ولما اروح ادفع هعمل ايه؟ شوف بس كمل معايا وهتشوف الدنيا مش عايزاها. طبعا كل الكلام اللي انا عمال اشرحه ده مكتوب هنا كده. لما اجي ادفع المرتب شيك الصرف بقى المرتب، الكلام ده كان كله عمليه تسجيل. لما اجي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما اجي اسجل ادخل على ادفع عفوا ادخل على قائمه التاسكس واجيب حاجه اسمها بيرول انتري، يظهر لي الشاشه دي. من العدسه دي اختار الموظف اللي هدفع له اللي انا مسجله في اللي فات ده، فهيظهر لي هنا لسته ايه الفلوس اللي سواء المرتب او 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 او, أو. اكتب هنا رقم الشيك والتاريخ واقول ايه برنت او سيف. برنت راح اطبعه له، سيف راح احفظه بس عندي عشان ياثر في قوام الماليه بس، تمام؟ ممكن انا وانا بعمل الشيك ده اكون هنا كده كاتب المرتب بس وسايب الباقي صفار، فيظهر هنا المرتب بس ده في يوم 10. اجي اخر الشهر 30 في مكافآت وي وي وي، اجي هنا اكتب المكافآت واسيب كلمه السالري فاضيه فيها صفر، ولما اجي اصرف الشيك ابدا اعمل ايه؟ اظهر الموظف من هنا كده فيظهر لي المليون والملايين، تمام كده يا شباب؟ بس رقم الشيك ده جبناه منين؟ رقم الشيك يعني انا خلاص انا راجل مع دفتر شيكات، بدين اول شيك فيه كان رقمه 20 خلاص خلص، الشيك اللي بعديه 21، الشيك اللي بعديه 23 24 خلاص. لا مش عايز حد يرد على حد، الاستاذ خلف مش هينفع كده، تمام؟ خلاص حصل خير. الاستاذه ايه اللي انا سالها على رقم الشيك وصلت المعلومه؟ تمام. دي المرحلة الأخيرة في عملية الدفع، خلصت طبعا عملت البيت أو سيت خلاص خلصت، وفي كاي حالتين هتعمل سيت. الجملة دي مهمة أوي، أنا عايز الناس تقراها كده مع نفسها بالراحة. أقرا بس الحتة دي وبعد كده خلصنا، خلصتها كريتش تري يعني. أنا لما جيت أشرح القوائم المالية أو القوائم ما رضيتش أشرحها. ليه؟ لأن أنا مش محتاج أشرح، كل اللي فات ده عملية إعداد أو إدخال للبيت. اللي الجهاز بيقعد بعد كده يرحلها، يرحل بقى زي المراجعه، وبعد كده ممكن يرحل اليوميه، ويرحل مش عارف الميزانيه، ويرحل الاتفاقات النقديه، ويرحل لقائمه الدخل على حسب انت بتسجل، على حسب ما بيرحل اوتوماتيك في داخل جهازك التقاري. كل ما على حضرتك تدخل من قائمه الريبورتس او ريبورتس ايا كان النط، وتشوف اسم القائمه اللي انت عايزها. فانا مع هدف الفاينانشال ستيتمنت قائمه المركز المالي، او البادجت الميزانيه، تريد بالانس اللي هو ميزانيه المراجعه، الكاش فلو التدفقات النقديه، انكم ستمنت اللي هي قائمه الدخل. افتح وشوف بس، مش محتاج ان انت تتفرج وتعمل برنت يعني، خلاص. وفي الفيديو هتلاقي حاجات كويسه. ايوه جاهزه، لا جاهزه يا استاذ. تمارين عمليه
تمام. الجزئيه دي طبعا ما شرحتهاش هنا، ممكن تلاقيها في الفيديو قبل ما انا اشرحها هنا. وعندي احصاءات، هتلاقي تمارين ومخزون بقى وعملاء وموردين، هتلاقي مواردات وكده وحوارات كتير جدا، تقريبا 3 تمارين او 4 تمارين ثلاثه. نفس الفكره ببيانات مختلفه، وبدل حاجه مكان حاجه عشان نستخدم تمارين اكتر. ممكن نعمل تقارير نقصها زي ما احنا عايزين، ذلك حسب معطيات العمل. مش فاهم، هو انت بتدخل البيانات على حسب معطيات العمل، سواء فواتير بيع، سواء فواتير شراء، او مخزون، او عملاء، او موردين، او موظفين، تمام. فبالتالي التقارير بتطلع زي ما انت عايز، بتوصل على حسب البرنامج اللي انت عايز. عايز يعني انت لو كاتب حاجه معينه صفر، هتطلع في البرنامج في الميزانيه بصفر، واحنا محاسبين الامر بالارقام مش بالاصفار يعني. ده كان شرح البي تي دي. Any questions please؟ أسئلة؟ بس راحت فين؟ حصل خير يا أستاذ خالد، ممكن تروح تصلي. يبقى في استراحة 10 دقايق كده، احنا بقالنا 50 دقيقة شغالين. 10 دقايق الناس تصلي تاني إن شاء الله. عليكم السلام. المغرب لسه ما عدنش. المغرب لسه ما عدنش. مصر لسه ما عدنش. الأستاذ خالد في السعودية. الأستاذ خالد في السعودية. هتلاقي المغرب أزمة. هتلاقي المغرب أزمة. ماشي. هو المفروض إن الصلاة يعني لا تقبل الله. أنا مستني، أنا حضراتكم لسه في مصر يعني، مش أنا عايز أسئلة لحد ما الشيخ يرجع. لو إني بعد شوية كده نوصل أزمة عليك. أزمة على الأردن. أزمة على مصر. أردن. أزمة على مصر. أزمة. بيؤذن عن الساعة 8 بس. طيب انا عارف ان في صدى صوت بس انا شكلي ناتس. استاذ سفيان منين؟ تمام، من سفيان حاجة زي كده، عارف ده لسه يعني. حد عنده أسئلة يا شباب؟ حد أسئلة خالص؟ ما هو حاجة من اتنين، يا اما حضراتكم في الشرح مش فاهمين، يا اما شرح مش سهل للدرجة دي يعني. يا شباب السلام عليكم. انت بقالك سنتين بتسألي فيا. 2012. الأستاذة آية اللي فات الجزء البسيط يا أستاذة آية، تابعيه في الفيديو على القناة على اليوتيوب. طب جميل، فاهمة اللي فات يبقى 10 على 10. الفيديوهات على قناتي على اليوتيوب 8 فيديوهات للفيديو ربع ساعة. اللي يسمعهم هيسمع أكيد ما حضر معانا. وتقدر بعد كده ترجع لقناة الأكاديمية، هتلاقي عليها الفيديوهات دي متسجلة، وهتشوف الحاجات الفنية الصغيرة اللي قلناها هنا مش موجودة في الفيديو أو العكس. تمام؟ مهم أوي، مهم أوي تسمع الفيديوهات اللي على قناة الأكاديمية اللي هي مسجلة النهاردة وإن شاء الله وإمبارح وأول إمبارح. مهم جدا، في فنيات أنا ما قلتهاش في الفيديو اللي على قناة على اليوتيوب. تمام؟ جات يعني مثلا هتلاقي الكتاب ده مرحلة أولى، اعلى منه في الشغل الفيديوهات اللي على قناه على اليوتيوب، بتكملها الفيديوهات اللي على قناه الاكاديمي ان شاء الله. طريقه التسجيل اللي معانا، مش محتاجين نسجل الكود بوكس ان شاء الله، لان هو متسجل اوريدي على او نسجله لو انتم حابين. ربما نقول كلمه زياده او نقول فنيات زياده او شرح طريقه مختلفه، بس عموما هو متسجل قبل كده على قناه الاكاديميه، ومتسجل على قناه على اليوتيوب. اتش 3 من برامج الاي ار بي امازون اسمه الاي ار بي. فين الكتاب؟ على الجروب، ادخل او ادخلي على الجروب هتلاقي عليها الكتب كلها، ولو هي مش موجوده هضيفها هنا تاني او انا هضيفها وانا قاعد كده على الجروب. يعني حاضر، هتلاقي فيه لينكات يعني، انا هضيف اللينكات تاني، لكن انا مش عايز ادخل على الميديا فاير والكلام ده عشان ما اقفش عن اللينك. ان شاء الله النهارده هضيف اللينكات على الجروب او على صفحتي، على صفحتي على الفيسبوك. جامد، نزل لكم لينك الجروب ولينك الصفحه هتلاقي عليها الكتب. تمام؟ في اسئله يا شباب؟ حد مش فاهم حاجه؟ طيب ده الكود بوكس هدية وهرجع لكم فيها. هقعد معاكم خالص.
السلام عليكم. بس معايا كلها كده. انا جبت لكم اللي في الجروب اهو، طبعا الدعم الفني هيجيب كل حاجه، بس انا قلت ايه يعني اول مره. طيب كل الناس كده اللي واصله الصوت واللي معايا تكتب واحد في الشات على طول، واحد واحد كده على طول. تمام ولاقي الجروب. طب جميل، في حد عنده اسئله في البيتش تري من ده في الكويك بوكس؟ في حدا؟ طب عايزين نشرح في الكويك بوكس. البيتش تري خلاص الناس جايه براحتها. الكويك بوكس نبدا فيه طبعا بعد تسطيب البرنامج اللي يفتحه وتظهر على الشاشه اللي قدام حضراتكم. شويه ده كبير قوي شويه، معقول؟ طيب يظهر الشاشه دي. طبعا اخذنا في البيتش تري انه فيها كريت نيو كامباني اوبن انليستنج كامباني، فتح الشركه موجوده قبل كده اللي هي اوبن انليستنج كامباني، وفي اللي هو كريت نيو كامباني انشاء شركه جديده. طبعا انشاء شركه جديده هيبدا اللي هو لو في اسماء شركات موجوده فاقول اوبن انليستنج كامباني لو شركه موجوده قبل كده، واختار اسم الشركه. لكن لو انشاء شركه جديده هيبدا بقى يظهر معايا البيان او الشاشه اللي قدامي. على فكره الشاشه الفعليه اللي بتظهر لك هي الشكل ده، هم عاملين لها برنت سكرين وحوارات كده. خلاص؟ طيب هنا بيقول لك جيت ستارتد، يعني البدايه. هنا في حاجه اسمها ستارت انترفيو، هنا في حاجه اسمها سكيم انترفيو، هنا اسمها كونفيرت داتا. ايه القصه دي؟ هنا ستارت انترفيو بيسالك اسئله كتير مفصله عن الشركه. سكيم انترفيو بيسالك اسئله مختصره جدا عن الشركه. لكن كل الاسئله اللي في سكيل انترفيو موجوده في ستارت انترفيو. خلاص؟ كونفيرت داتا اللي هو تحويل بيانات من برنامج لبرنامج، زي ما خدنا في البيتش دي ان انا ممكن اجيب بيانات من برنامج ادخلها في البرنامج الثاني عشان تفيدني في انشاء شركه. خلاص؟ انتوا بتقولوا ايه؟ استاذه ايه في حاجه مشكله؟ كل الصوت واصل جاي تمام؟ مش سمعت حاجة، أنا بس كنت بقول إن اللي في ستارت انترفيو وفي سكيب انترفيو. فكل الأسئلة اللي في سكيب انترفيو موجودة في ستارت انترفيو. إحنا هنبدأ بستارت انترفيو. خلاص؟ هو هيفضل لو أنت مشغل أي حاجة تانية اللينك بتاعنا اقفل، يعني أنت لو مشغل فيسبوك ومشغل ياهو سكايب أو أي حاجة اقفلها خالص. ما كانش كده اعمل ريفرش، ما كانش كده غير المتصفح خالص. انا مش عارف السوق ماله يعني. السوق ده كويس؟ اظن كده تمام اهو، هرجع يا اخي. انا من غير ما اقصد معلش يعني نزلت المايك يعني، بس ما كانش مؤثر. طيب واحنا كده عرفنا الفرق بين ستارت انترفيو وسكيل انترفيو. سوف نبدا بالاختيار ستارت انترفيو بحيث ان احنا ندرسه وخلاص، مش هاخد سكيب انترفيو لان كل الاسئله اللي فيه هتبقى في الثاني. لما نيجي عند حد الفصل اقول لكم. طبعا كالعاده بيبدا يسالك عن بيانات الشركه، يقول لك ايه؟ انتر يور كامباني انفورميشن، سواء اسم الشركه. تمام، ثانيه واحده يا شباب خليكم معانا. الصوت ده مع حضراتكم. تمام، هنا في حاجة اسمها الكامباني نيم اللي هي اسم الشركة، اللي هو الاسم العادي اسم الشهرة. في حاجة اسمها الليجل نيم اللي اسم القانوني، يعني في اسم الشهرة وفي اسم في المستندات. تاكس اي دي الرقم الضريبي، ستريت ادرس العنوان، سيتي المدينة، الكانتري الدولة. ممكن هنا كده اختار الدولة، فاختار حاجة اسمها اذر. لو انت ما لقيتش اسم دولتك اختار اذر دولة تانية. الفون، الايميل، الويب سايت. طبعا الكلام ده كله بقى اتعودنا عليه، سهل في اي مكان وفي اي وقت. تمام، اضغط نيكست. طولوا بالكم معايا شويه في الموضوع ده لان طويل شويه. الشرح كله اهو، الناس اللي هي عايزه تسمع الشرح اهو. تمام، حتى رقم التليفون ده برضه اتغير، يعني لما غيرت رقم التليفون هنا وهناك الاثنين اتغيروا. تمام،
هنا حاجة اسمها سيلكت يور اندستري، اختار صناعتك، الشركة بتشتغل في ايه. لو هنلاحظ حاجة اسمها الاكونت، شركة محاسبات، شركة اعلانات، شركة زراعية، شركة فنون، شركة اوتوموبيلات او سيارات، يعني شركة كنيسة او مؤسسة دينية، شركة مولات اللي هي كونستراكشن، برضو في شركة مولات تاني، في ديزاين جرافيك، في على حسب نشاط الشركة اللي انت تشتغل فيها. تمام، تختاره وتقول نيكست. بعد كده تظهر لنا الشاشة اللي حضراتكم دي، بتختار منها، كبر الشاشة شوية عشان تشوف تحت كده. هنا تختار يقول لك how is your company organized. تمام، how is your company organized. فهنا بيقول لك ايه، كيف تأسس الشركة، الشركة تأسست ازاي. تمام، بمعنى شركة مساهمة اللي هي طبعا سول بروبريتور شيب، اللي هي شركة خصوصية بالأسهم، أنا بحضر شيب بتضامن، ال ال سي اللي هي ليميتد لايبيلتي كمباني، شركة ذات مسؤولية محدودة، كوبريشن مساهمة، اس كوبريشن توصية بالأسهم، اللي فاتت دي ده سول بروبريتور شيب، ده شركة وسط ما بين التضامن وتوصية بالأسهم أو المساهمة والتضامن، نان بروفيت شركة لا تهدف للربح. طبعا هنا ايه الترجمة، ايه على حسب نوع الشركة اللي بتشتغل. تمام، طبعا حد يقول لي وانا هعمل كل ده سواء في البيتش 3 او كوي بوكس، لا مش شرط، انت ممكن تروح تلاقي النظام جاهز وشغال بيه، ممكن تشتغل على حاجه معينه بس. يعني في محاسب شغال مهمته التعامل مع الكاستمر بس، الكاستمر ومش عارف ايه والحوارات دي، محاسب تاني يشتغل مع الفيندور بس، الموردين وتابعتهم والحوارات دي بس، وحاسب تاني المحاسب الكبير او المسؤول بيخرج التقارير ويظبط الدنيا بس. بتعلمك بحيث ان انت تكون مسؤول عن الكل، بحيث لو انت حاط هنا تسد وهنا تسد هنا تسد، انت المسؤول عن كله وانت برضه تبقى فاهم في كل حاجه. تمام يا شباب، بعد كده بتظهر لنا الشاشه دي بعد ما نقوم بادخال البيانات. هنا سيلكت ذا فيرست مانث اوف فيزيكال يير، اول بدايه السنه الماليه بتاعتك شهر كام، تضغط نيكست، يظهر لك فيها شاشة يقول لك لو انت عاوز تضيف باسورد، انا في باسورد، لو انت عايز تخلي الشركة تفتح بالباسورد. تمام، هنا حاجة اسمها كريت يور كامباني فايل، هنا بيسألك هتحفظ ملفات الشركة فين، او هتحفظ الشغل اللي انت عملته ده فين. في البيتش 3 كان بيحفظ اوتوماتيك على السي، هنا بيسألك هتحفظ فين. تمام، اختار المكان اللي هتحفظ فيه في الشاشة الجاية دي، المكان، تكتب الاسم وتقول له ايه سيف. لما توصل للشاشة دي في المرحلة اللي فاتت بقى بعد الحفظ ده، هنا كانت دي كانت مرحلة السيف انترفيو. تمام، لو انت اخترت سكيل انترفيو اخره هنا كده، هي الجزء بتاع الحكاية. اما بالنسبة للستارت انترفيو لا، يكمل لك شوية اسئلة بقى كتار كده. تمام يا شباب، هنا بيقول لك وات دو يو سيل، هتبيع ايه؟ منتجات بس، خدمات بس، ولا الاثنين، منتج وخدمه؟ اختار اللي يعجبك وقول نيكس. بعد كده يسالك دو يو سيل برودكتس اونلاين، بتبيع على النت، تقول له اي كارنتلي سيل اونلاين، انا حاليا ببيع على النت، اي دونت سيل اونلاين بات اي مي وانت تو دو سام داي، انا ما ببيعش على النت حاليا لكن ممكن ابيع بعدين. I don't sell online and I'm not interested in doing so. أنا ما ببيعش حاجة أونلاين ومش ناوي أبيع. اختار اللي يعجبك وتختار نيكست. طبعا الكلام اللي أنا بقوله مترجم برضه. تمام يا شباب، الصوت وصل؟ وباقي الجروب فين؟ طيب ماشي. حد عنده أسئلة؟ في حاجة صعبة حتى الآن؟ استاذ سفيان انت كنت معانا امبارح تقريبا، سمعت شرح البيتش 3، ادخل على الجروب هتلاقي ان شاء الله الشرح كله، على حسب انت تشوف انت ممكن تسجل ايه. ادخل على الجروب وهتلاقي اللينكات، الدعم الفني هينزل لك لينك الجروب وهينزل لك الاداء. تمام،
حد عنده أسئلة؟ نكمل؟ إحنا كان معانا 2 آية، واحدة بس معانا والتانية مش عارف. واحد نكمل. فوصلنا هنا ولا وصلنا فين؟ هنا طبعا زي ما انتم شايفين ضروري التبعات خير يس او نو. اسالك انت بتعمل عرض اسعار ولا لا، او عرض اسعار يس او نو. تمام، في حاجه ليها اسمها يوزنج سيلز ريسبتس. المهم قوي، انت بتعمل حاجه اسمها استلام المخزون او استلام المبيعات، عفوا الريسبتس المضبوطات يعني بتستخدم. طبعا كل واحد لازم يصادف من المبيعات او الكلام ده. خلاص، بعد كده بيقول لك لوزنج ستيتمنت اللي هو عروض الاسعار، قول لي يس اور نو على حسب ما انت عايز. هنا في يوزنج انفويس ان كويك بوكس، اكيد طبعا يس اور نو، اكيد يس فواتير. مانجنج بيلز يو اي، انت بتتعامل مع الفواتير اللي انت بتاخدها، انت تسجل مثلا للمورد يشتري منه حاجه، هتستلم منه صلاه اي شيء من الفواتير، طبعا لازم تقول لي يس، هتفيدك قوي دي. تطبع الشيكات، اي بريت تشيكس حاليا بتطبع، لا اطبع حاليا ولكن ارغب في طبعاتها، لا ما بطبعش وممكن ما بطبعهاش، يعني اللي هو نفس الفكره بتاع الاذاعات. انت عندك حاجه اسمها اداره المخزون عندك، او بتسجل المخزون عندك في كويكس، طبعا تجيب المخزون. دي اكسبت كريدت كاردز، انت بتستعمل كريدت كارد او في البيع والشراء، طبعا اي انا اقبل بطاقات الائتمان ومتعاطي الدين، لا اقبل بطاقات الائتمان اللي كان ممكن اقبلها، لا اقبلهاش ومش هقبلها ومش هتعامل بيها والكلام ده. اسئله سهله وسلسه، لو حد عنده مشكله يقول. طبعا في حاجه اسمها تراكنج تايم، الوقت المستهلك طبعا على مدى الموظفين. عندك موظفين مهم قوي، دي هاف امبلويز طبعا يس ولا نو، مفيش حاجه اسمها نو، كل يس طبعا، مش حد ما عندوش موظف. العملات بقى طبعا اختار يس ولا نو، بتعمل في كذا عمله، انت بتعمل باليورو ومش عارف ايه الكلام ده، اختار اللي يعجبك. سيلكت اديت تو ستارت تراكنج يور فاينانش، دي سنة البداية اللي انت هتعمل فيها حساباتك. تمام، لاحظ بقى beginning of this physical year، بداية السنة المالية، هو نفس اللي اخترته في البداية خالص لما قلنا بداية الشهر اللي بتتعامل فيه. تمام، او في اختيار الثاني اللي هو use today's date or first day of quarter or month، يعني شهر معين او حاجه معينه، بخلاف ان انا كنت محدد، يعني ممكن الشركه تبدا تشتغل في شهر واحد لكن تسجيل الدفاتر بتاعها يبدا تسجيل في شهر ثلاثة، من واحد لثلاثة ده لسه عمليه اعداد، واي عمليه بتبيع بتبقى عمليه ايه مش مهمه قوي. سيدي ايه بتقول تراكنج تايم اللي هو اداره الوقت المستهلك مع الموظفين والشغل، يعني البرنامج حتى يبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ العمليه تمت في وقت قد ايه والحوارات دي. هنا بيقول لك اد يور باك اكونت، طبعا رقم الحساب، طبعا انا شارح ازاي تضيف حساب خاص بك البنك، انك لما بتقول اد بنك اكونت اسم الحساب ورقم العمله المستخدمه، هنا بيقول لك هنا بنك اكونت، بنك اكونت نمبر، في اللي هو العملة. خلاص، هنا بيقول لك when did you open this bank account، انت امتى فتحت حساب البنك ده؟ قبل بداية السنة المالية اللي انت كنت محددها في خطوة من الخطوات اللي فاتت، انت بتقول هبدأ السنة المالية مثلا في شهر 1/1/2012 ولا بعد السنة المالية دي، بحيث ان انت ممكن تكون بدأت تشتغل وعملت حساب في البنك. تمام، نضغط نيكست، انتر البنك ستيتمنت انفورميشن، طبعا دي معلومات برضه عن حسابك البنكي، طبعا عندك المعلومات اللي اديتها ما عندكش مش مشكله خالص.
هنا بيعمل لك حاجة اسمها مراجعة لحسابك، الاسم والرقم والعملة اللي انت دخلتها. طبعا بعد في الشاشة دي بيقول لك مراجعة حسابات الواردات والمصروفات اللي انت شغال بيها. يعني مش بمعنى حسابات ومصروفات، برضو هي بمعنى ايه؟ قائمة الحسابات او شجرة الحسابات اللي عندك. خلاص كده يقول لك ان ده مهم بالنسبة لك هتستعمله، وقال لا الا تستعمله تعالى من قبل صح، اللي هيفيدك في شغلك واللي مش هيفيدك بيمشي على صح من قبل اللي هي بالنسبة. خلاص دي شجرة الحسابات. وبكده تكون خلصت الستارت انترفيو، ستارت انترفيو، وهنبدأ ندخل على سكيل انترفيو. طبعا مش هشرح على سكيل انترفيو لان زي ما انتم شايفين كده، صح شايفين، نركز معايا في الصورة كده. دي أول واحدة حاجة، بعد كده مثلا هيبقى عندنا نشاط الشركة، بعد كده بداية السنة المالية، بعد كده في نشاط الشركة، بعد كده كمية وكم من فايل حفظ الملف، بعد كده يحفظ الملف فين وباسم ايه، بعد كده شجرة الحسابات اللي هنبدأ نشتغل عليها، كيفية تسجيل شجرة الحسابات اللي هي دليل محاسبي باللغة العربية بتاعنا. تمام يا شباب، في أي مشكلة؟ في أسئلة؟ معاكم معاكم، بس أنا مستني أساليبكم، يعني فاهمين ولا إيه النظام؟ تمام، شرح سهل. تابع الفيديو على قناة عليه جدا، الكويك بوك 9 فيديوهات على اليوتيوب مش 8 زي البيت 3. بس في نعمل سيت اب للبرنامج، يعني ايه يا استاذ ملاك؟ عملنا كريت اليوم كومباني شاشه جديده. تمام، استنوا بس الفيديو هتلاقيها يعني شرح جميل جدا ان شاء الله. حد عنده اسئله؟ شغالين بقى من ساعة ونص، يعني هو الوقت المحدد للمحاضرة تقريبا كان 5 ساعات ولا ايه؟ بس انا شايف تايمر تريننج 3 ساعات ونص، فمش عارف. تمام، يعني متعود على من الشرح اللي فات كنا بنزود نص ساعة، معلش، لكن انا عامل حساب المرة دي. تمام، في أسئلة يا شباب؟ أستاذة ملاك تقول نفس الشرح الأولاني دي كلمة مصرية صرف، بس يعني إيه نفس الشرح الأولاني؟ يعني وحش ولا حلو؟ حد عنده أسئلة تانية غير أستاذة ملاك؟ نفس الشرح الأولاني اللي على اليوتيوب هو. تمام، في أسئلة يا شباب ولا نكمل ولا كفاية كده النهاردة؟ هو عموما الكويت بوكس يعني ايه سريع، مش نكمل والله يا استاذ ملاك زي ما نحب، يعني مش كتير، يعني هو حاجه معقول. هنعرف بس ازاي نعرف شجره الحسابات؟ انا شجره الحسابات لذيذه قوي. تمام، من قائمه ليستس نعمل شارت في اكونت تظهر الشاشه اللي قدام حضراتكم دي. خلاص، من كلمه اكونت دي اضغط عليها فهتظهر لي الشاشه دي. استاذ سفيان مش مشكله، يعني المحاضره الثانيه دي انا بسالك نكمل بالنسبه للشرح، في محاضره بعديه دي قصه ثانيه خالص، بس انا بسالك. عفوا، انا بسال بس على الشرح بالنسبه نكمل شرح ولا ايه؟ خلاص انتوا دماغكم هنيدت، نكمل تكلم. بالنسبه للاكونت اضغط عليها فظهر الشيء في نيو، لو هضيف حساب جديد، اديت لو هعدل في حساب موجود، ديليت لو همسح الحساب. خلاص كده ضغطنا على نيو هيظهر الشكل الجاي ده. بس الاول بحدد نوع الحساب، يا اما حساب دخل، صفات، اصول ثابته، حاجه تبع البنك، حاجه تبع القروض، حاجه تبع كريدت كارد، يعني اللي هو الائتمان او يعتبر حاجه تبع الخصوم، يعني الايكويتي اللي هي حقوق الملكيه.
الاذر اكونت تايبس اللي هتلاقي برضه انواع تانية اللي هي مقصوده بقى، يعني اذر اكونت تايب اللي هي حسابات اخرى، هتلاقي اصول متداوله خصوصا ده، هتلاقي الحاجات اللي انت عايزها هنا اصلا، تمام؟ هتلاقي الحاجات اللي انت عايزها. مع حضراتكم تمام كده يا شباب. فانا بختار نوع الحساب سواء نوع من دول او نوع من دول، اصول او خصوم او ايا كان، تمام؟ بعد كده اضغط كونتينيو، هتظهر لي الشاشه دي. انا اخترت اذر اسيتس اصول اخرى، اكتب هنا النيم الاسم الخاص بي، تمام؟ اي وصف عايز اضيفه بكتبه هنا، خلاص كده. لو عايز اضيف رقم ممكن ادخل هنا على الانتر اوبني بالانس، ولو ليه رصيد معين كذا نقديه 20000 مش عارف ايه كده الحركه دي، تمام؟ بعد كده اقول له ايه؟ يا اما سيف ونيو لو هضيف حساب جديد، او سيف وكلوز لو مش هضيف حساب جديد. لو قلت كنسل هيلغي العمليه ولا يعتبرها ديليت. دي طريقه انشاء حساب جديد سهله سهله يا شباب. الناس نامت ولا ايه؟ تمام. طب تعالوا نسجل مخزون. من قائمه ليستس نختار ايتم ليست، تظهر شاشه شبه اللي فاتت بالظبط لكن فاضيه. هناك كلمه اكونت، هنا كلمه اسمها ايتم، اختار من كلمه ايتم نيو. هنا يقول لك نوع المخزون، اختار سيرفيس او اختار الانفنتوري بار. في الـ الـ في الفيديوهات انا شارح اللي هو انفنتوري بارت، هتلاقي في سعر بيع او سعر شراء، هتلاقي افضل من شرح الكتاب هنا لان الكتاب كان قبل الفيديو. فانت بتختار النوع من هنا، تبدا تدخل البيانات الاسم والسعر، تختار الاكونت، هتختار كلمه اكونت، انت هتروح ضايف في الاكونت هناك اللي فوق اللي هو شجره الحسابات، تروح حساب تسميه المخزون، وتيجي هنا تختاره من هنا كده المخزون، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب ده بالنسبه لتسجيل المخزون. لما اجي ابيع انا طبعا بنسجل فوق هنا سعر الشراء انت بتشتري بيه، مش سعر اللي هبيع بيه، تمام؟ الريت ده نوع من انواع المخزون، لكن في انواع ثانيه فيها بيانات اكتر. لما اجي انا هعمل حاجه اسمها مستويات الاسعار. في البيتش تري كنت بحدد لكل سلعه منها فيها كده في نفس القايمه السعر اللي هبيع بيه، خلاص. لكن هنا لا، ده انا بعمل مستويات الاسعار على جنب، ولما اجي اعمل فاتوره بختار مستوى الاسعار اللي يناسب كل منتج، تمام؟ فهنختار من قايمه ليستس برضه، نسيب قايمه ليستس برايس ليفل ليست، واختار كلمه اسمها برايس ليفل. لا، شغلت الحسابات كان اسمها اكونت، المخزون كان اسمها ايتم، هنا اسمها البرايس ليفل. يظهر الشكل ده، اكتب هنا كده البرايس ليفل، اوتوماتيك هلاقي حاجه اسمها فيكسد في المية، العلامه اللي هي نسبه مئويه، انا بتعامل بالنسبه المئويه. اكتب اسم مثلا ايه، او اكتب انكريز او اكتب ديكريز، حاجه اسمه معين كده، واجي هنا اختار يا اما ديكريز يا اما انكريز، زياده انكريز، ديكريز تخفيض، واكتب النسبه اللي هزود بيها او اخفض بيها، واقول اوكي. خلاص، يبقى اسم وزياده وتخفيض والنسبه، واقول اوكي، اتحفظت خلاص. حاجه استخدمها امتى؟ في الفاتوره. خلاص كده. اليوميه شبه يوميه البيت تشتري بالظبط. في الميمو بكتب القيود، والمدين ده من تحت الديبت، والكريدت تحت الكريدت، ومن كلمه اكونت بختار من شجره الحسابات المناسبه للكاش وللبنك وللكاش والسيلز، كل حاجه على حسب الحساب المناسب ليها اللي هو التبويب الخاص بيها. خلاص، لو في حساب مش موجود اروح اضيفه، او هلاقي كلمه نيو برضو اسجلها. طبعا عندنا هنا النيكس الامام، ريفرس الخلف، في سيف، في برنت لتسجيل المئات في الكويت بوكس. ها، في سؤال ولا حاجه؟ كده فاضل الكاستمر والفيندور والموظفين. يا شباب في صعوبة، مش عايز أكتر عليكم عرضة. إحنا كده خلصنا البيتش 3، ووقفنا في الكويت بوكس.
لإدخال العملاء والموردين لحد آخر حاجة دخلناها اليومية، فاضل العملاء والموردين. العملاء بقى سواء بالمعاملات الخاصة بيهم والموردين المعاملات الخاصة بيهم والموظفين. طب يا استاذة آية انت معايا كده؟ تمام. في مشكلة في الصوت ولا ايه يا شباب؟ بس على ستة مصر ان شاء الله، بس انا مستني اسالكم. حد عنده سؤال على ال ستارت؟ استاذة آية ممكن تتابعي القناة على اليوتيوب فيها شرح اللي انا قلته. استاذ خلف، انت عايز الايميل الشخصي؟ الايميل قدامك اهو. الايميل كان هنا، راح فين؟ اطلع فوق، هو ده احمد اندر سكور عبد الله 37 ات ياهو دوت. لا، ما فيش نسخة معربة، بس المبرمجين بيقعد يشتغلوا عليه بالعربي، مش عارف يقعد يعدل لك فيه يقول لك هغيره لك والحوارات دي. العفو العفو يا استاذ خالد. الاستاذ محمود لبيب بيشتري زي كويك بوكس. تمام. في المحاضرات يا استاذه ايه هنبدا المره الجايه نسجل اللي هو الموردين والموظفين. اخدنا دلوقتي الصوت مش واصل لحضرتك، خدنا ازاي نسجل المخزون وازاي نسجل شجره الحسابات وازاي نسجل اليوميه والمستوى اسعار. خدنا اربع حاجات، خدنا شجره الحسابات، خدنا المخزون، خدنا مستوى الاسعار، خدنا اليوميه. اسمع الفيديوهات على النت، انا بفضل البيت ستريم. استاذ ايه معايا؟ استاذ ايه تسمع الفيديوهات على اليوتيوب على قناتي. اسمع اول اربع فيديوهات في كويك بوكس، اول اربع فيديوهات. تمام. اي اسئله يا شباب تواصلوا معايا على الجروب على الفيسبوك على صفحتي برضو والقناه وقناتي الاكاديميه على المحاضرات اللي بتسجل حالا دي، بسالكم الحاجات الفنيه، الكتب على الصفحه عندي وعلى الجروب، الفيديوهات على اليوتيوب وعلى الصفحه وعلى الجروب. حد عنده أسئلة؟ شباب انتوا رحتوا فين؟ حد عنده أسئلة قبل ما نمشي؟ ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. في أسئلة تاني ولا حاجة؟ ربنا يتقبل بس إن شاء الله. صراحة مش عارف أجيب ميرك على الفيس. الدعم الفني هيضيف الأكونت بتاعي، اتواصل معايا على الجروب. تواصل مع الجروب وبالليل كده، او احنا بالليل اصلي يعني على الساعة 10 بالليل كده او 10 وشوية هدخل انا على الجروب واسأل انت عايز اسأل. بديك انا الاكونت الخاص بيا كمان، او الدعم الفني هيدي كل حاجة دلوقتي. تمام. السادة الافاضل، حد مش فاهم حاجة النهاردة؟ حد عنده اي اضافة ممكن نضيفها في الشغل؟ اسلوب، طريقه، حاجه مش عاجباه؟ طبعا التسجيل مش هيسجل كل الكلام ده، فريق التسجيل يعني مش عاوز يسجل الحاجات اللي هتتقال دلوقتي. خلاص مفيش جديد في المحاضره عموما يعني. نشكر يا جدعان، يعني نشكر فريق التسجيل لان هو يعني قاعد، ممكن يكون تخصص مش تخصص محاسبه اطلاقا، وقاعد معانا كده ساعتين، ممكن يقعد مع المحاضره بعدنا كمان ساعتين. وكمان ابن الفني، الناس كلها بتفتكر ان المحاضر بس اللي شغال، وتنسى ان فيه ان ورا المحاضر فريق دعم فني وفي تسجيل وناس شغاله هنا والناس بتثبت مش عارف الوقت والناس بتشوف القاعات. يعني موضوع كبير او موضوع محاضر بس. والحمد لله ان هو بيوفقنا لكده، الحمد لله. انا كده نزلت لكم الفيديوهات الخاصه بالبيتش دي على القناه، عفوا على الجروب. الاستاذه ملاك بقى جيب لينكات الكود بوكس وتحطها على الجروب بعد اذن حضرتك، يعني اللي هي من ضمن الادمن في الجروب، تشتغل بقى شويه. تمام. في اسئله يا شباب؟
طيب هذا الحمد لله، استأذنكم أشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 6 بتوقيت مصر زي النهاردة كان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على الجروب إن شاء الله. السلام عليكم.